ايفون يستاهل بصراحه. انا قعدت من الصبح سكيورتي قلت له وين اس تي سي مداور جامع عود، يقول لي تشوف هناك سيده واجد في نفر من هناك في اس تي سي. ها جاهزين؟ اليوم احنا موجودين في حفل اطلاق الايفون الجديد ايفون 16 مع اس تي سي، جوائز وهدايا قيمه في انتظاركم، خلكم ويانا. تخيلوا اليوم انتم جايين تشترون الايفون الجديد، بس قبل ما تشترونه تحصلون على ايفون 16 مجانا. اول شيء الف مبروك. الله يبارك في حياتك ما تقصر. شنو شعوركم اليوم؟ شو شعورك؟ وايد مستانس. ايش رايك في التغييرات اللي صارت؟ في وين؟ في الايفون. اللي صار بشكل عام؟ الساعة كم انتم اليوم هني؟ من الصبح كنا داوم مدرسة ومقعدنا. يعني تنصح الناس اللي يحبون التصوير ياخذونه؟ اكيد طبعا، لانه بيفرق اياهم درجة كبيرة، خاصة البرو فيه ال 4K وفيه ال 120 فريم. شنو شفت الاجواء؟ والله الاجواء وايد حلوة. تخيلنا احنا يعني اتوقع انت معي يعني راقدين كلها على ساعتين، لكن الحفل يستاهل. ايفون 16 صراحة يستاهل العنوه. تعالوا خلينا نسأل الموظفين. السلام عليكم، يعطيك العافية. عليكم السلام، الله يعافيك. شلون الضغط على الايفون اليوم؟ ما شاء الله مو ملاحقين كلش، ما كنا متوقعين، بس الناس والإقبال على الآيفون مو طبيعي. أنا بغير، في العادة استخدم الآيفون برو، هالمرة بأخذ الماكس، بنشوف الفرق. التصوير يقول لك وايد أفضل، وأنا من الناس يعني اللي أحب التصوير، فأكيد أكيد راح أخذه. ليش؟ كل مكان طالع. وهذه كان حفل إطلاق الآيفون الجديد آيفون 16. حياكم واستلموا آيفونكم من إس تي سي. خلصت الإعلان؟ أي نعم، مبروك علي الآيفون. تعال.